إشادة عالية وتثمين للدور الكبير لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، هكذا عبر وفد من الشخصيات الفلسطينية خلال لقاء جمعه برئيس مجلس المستشارين السيد نعم ميارة عن تقديره للدعم المغربي الموصول للقضية الفلسطينية، ولا سيما الأهالي في القدس من خلال المشاريع التي تشرف عليها وكالة بيت مال القدس الشريف. نطالب جميع الدول العربية والإسلامية بدعم وكالة بيت المال حتى تتمكن من تنفيذ جميع المشاريع التي تحتاجها مدينة القدس، لأن وكالة بيت المال هو المشروع العملي لدعم المقدسيين. كانت مناسبة لأؤكد لهم حرص المملكة المغربية وعلى رأس جلالة الملك حفظه الله على الدعم الدائم للفلسطينيين عن طريق وكالة بيت المال القدس، وعن طريق أيضا الدعم الدبلوماسي والسياسي. من جانبه شدد السيد ميارة عن عزيمة الشعب المغربي من خلال مؤسسته البرلمانية الدفاع المستميت عن القضية الفلسطينية بمواقف عملية وملموسة بعيدا عن الشعارات الجوفاء، مشيرا في هذا الصدد إلى المبادرات المتنوعة التي يقوم بها داخل الاتحاد البرلماني الدولي وغيره من المنظمات والمحافل البرلمانية القارية والجهوية.